صباح الخير ست لارا، إليك ولكل المشاهدين، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ فيصل. إذا بعد الهدهد الكلام أصبح مختلف تماما. هل مسيرة الهدهد بتوقيتها كانت رسالة لهوكستين، أم أنه حزب الله أراد الذهاب أبعد بتهديد يعني العمق الإسرائيلي بهذه المسيرة؟ هلا توقيت الهدهد لا أحد يعلم يعني متى كانت هذه العملية، لكن الكشف عن هذا الموضوع ربما نعم يكون. أنا أقصد أنه الكشف عن هذا الموضوع في هذا صحيح. التوقيت هل كانت رسالة لهوكستين؟ لا أستبعد أن يكون هناك يعني رسالة واضحة إلى هوكستين وغير هوكستين وإلى الإدارة الأمريكية بهذا المعنى، نعم، خصوصا بعد ارتفاع سقف التهديدات الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تعد قادرة على تحمل تبعات الجبهة التي يعني يخوضها حزب الله نصرة لغزة، وبالتالي يجب أن يكون هناك وضع حد لهذا الأمر. الدبلوماسية التي يعني شغلتها إسرائيل على مدى التسعة أشهر الماضية لم تصل إلى حلول، وبالتالي بلغ سقف التهديدات إلى أنهم يخاطبوا بشكل واضح الداخل اللبناني بأن الحرب يعني آن الأوان، وأننا يعني سنقوم بتدمير لبنان وإرجاع لبنان إلى عصر الحجري. فقال لهم حزب الله بشكل واضح، أنتم يعني إذا ما أردتم أن تفكروا بهذه الطريقة، نحن أيضا أن الكيان الإسرائيلي بكل مواقعه الحساسة والمواقع الاستراتيجية هي تحت مرمى أهدافنا، وهذا ليس كلاما، وإليكم الوثائق. هدهد تتحدث، وهدهد يعني كشفت كل هذا الأمر. هذه الرسالة التقنية المعلوماتية الاستخباراتية، رسالة القوة التي كشف عنها حزب الله، والرسالة السياسية لهوكشتاين لا تكن ناقلا للتهديدات، بل تكن تهديداتك للعدو الإسرائيلي أن يوقف العدوان على غزة، ولا داعي لأن تنقل إلينا أي رسائل تهديد أو رسائل إغراءات، فكلا الأمرين مرفوضين من قبل حزب الله. نعم، ولكن سيس فيصل، ما الأسباب التي دفعت بهوكستين إلى القدوم إلى لبنان قبل وقف إطلاق النار في غزة؟ هذا حسب ما تم الاتفاق عليه في الزيارة السابقة. هل الانتخابات الرئاسية الأمريكية دور في هذه الزيارة؟ بالتأكيد، يعني ليس هناك شيء مفصول عن إدارة يعني المعركة الانتخابية، ونحن نعلم أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عامل أساسي وحاسم في لعبة الانتخابات، وبالتالي يتسابق الديمقراطي والجمهوري على استرضاء اللوبي الصهيوني سواء داخل أمريكا أو خارج أمريكا، وخصوصا أن الأمن القومي الإسرائيلي يشكل هاجسا أساسيا لكل الإدارة الأمريكية، مهما كان يعني الرئيس ومهما كانت يعني الميول السياسية للإدارة الأمريكية سواء كانت من الديمقراطيين أو الجمهوريين. ثانيا، أن الوظيفة الحيوية لإسرائيل التي باتت تفقدها أكثر فأكثر مع استمرار هذه الحرب ربما تشكل هاجسا أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر أن وجود إسرائيل القوية هي وجود قوي لأمريكا والحفاظ على مصالحها في المنطقة. ثانيا، خوف الولايات المتحدة الأمريكية فعلا من أن توسعة الحرب سيكون له مردود عكسي ليس فقط على إسرائيل، وإنما أيضا على أمريكا في المنطقة، خصوصا أن أمريكا استطاعت أن تروض معظم الدول العربية التي غابت عن كل ما يجري في فلسطين. كل يعني يتلهى بأشياء ويقول لك أنا مع فلسطين وندعو للشعب الفلسطيني وندعو لأهل غزة، لكنه غير مستعد لأن يعني يقوم بأي شيء، ولا يترك شعبه حتى يعبر عن صرخة احتجاج في وجه المذابح الإسرائيلية. نعم، هناك خوف دعا هوكستاين إلى أن يأتي، خصوصا أنه في الزيارة الثالثة، وهنا أتحدث عن يعني عن كلام حدث بالفعل، بأنه خرج من لبنان وهو يريد أن يعود بوعد من الإسرائيلي بأن يوقف خرقه للبنان، وخصوصا فيما له علاقة بالطيران الذي يشكل العنوان الأساسي للعدوان على لبنان. ذهب هوكستاين ولم يعد. اليوم جاءنا بشبه وعد، يعني حتى لا أقول أنه وعد قطعي، لكن بشبه وعد، يعني جاء من ضمن سلة إغراءات
إضافة إلى زيادة مساعدات للجيش اللبناني على ما يدعونه، وزيادة فيما يسمونه بالتقديمات الاقتصادية لبعض المؤسسات وبعض الـNGOs الذين يعملون لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكلام عن مساعدات لها علاقة بالنفط وبالغاز وبالكهرباء. هذا الكلام الاجتراري الذي سمعناه مرارا وتكرارا من هوكشتاين وغير هوكشتاين والسفيرة الأمريكية في بيروت، إضافة إلى هذا الأمر وعد بأن الإسرائيلي ممكن أن يوقف انتهاكه للأجواء اللبنانية التي تشكل الأساس في ضرباته واستهدافاته للبنان. لكن هذا الأمر أيضا يعني كان مرفوضا، يعني بحسب معلوماتي أن الأمر كان مرفوض، يعني موقف حزب الله واضح أن ليس هناك بالمساومة، اذهب إذا كنت صادقا وجادا فيما تقوله وتريد وقف الحرب وعدم اتساعها، عليك أن توقف الحرب في غزة لا أن تأتي إلى لبنان ويعني تبدأ معنا حملة مساومة. نعم أستاذ فيصل، بحسب مصادر في صحف اليوم يقول هوكشتاين على اللبنانيين أن يكونوا متجاوبين، خصوصا أن معركة رفح شرفت على النهاية. هل صحيح أنه بعد معركة رفح سيكون هناك تصعيد في الجبهة الجنوبية اللبنانية، خاصة إذا بقت الأمور كما هي عليه وما كان في أي حل دبلوماسي، أما على العكس تماما هناك سيكون الجيش الإسرائيلي قد استنزف ولم يعد باستطاعته فتح جبهة جديدة؟ يعني هذا النوع من الرسائل التهديدية المبطنة سواء من هوكشتاين أو من غير هوكشتاين لا أعتقد أنها ممكن أن تمر يعني على يعني من يمسك بالقوة الأساسية في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن حزب الله ليس فقط فيما له علاقة في لبنان، حزب الله أصبح لاعبا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. عندما تأتي كل هذه الدول وتريد أخذ موقف من حزب الله، هذا يعني أن حزب الله لاعبا أساسيا وفاعلا. أنا لا أريد أن أقول أنه يعني فوق الدولة اللبنانية، لكن الدولة اللبنانية عليها أيضا أن ترى ما له علاقة بمصلحة الأمن اللبناني والأمن القومي اللبناني، لا أن تفكر أيضا كما تريد أن تمديه بعض العواصم علينا سواء هوكشتاين أو غير هوكشتاين أو لودريان أو غير لودريان. دائما لبنان عليه أن يكون منصاعا لما تريده العواصم، لا ولا هذا الزمن. لبنان يستطيع أن يفرض على هذه العواصم ما له علاقة بأمنه القومي، وإسرائيل تمثل تحديا أساسيا وعدوانا دائما على لبنان. ولا يظن الإسرائيلي أنه إذا ما استطاع أن يحقق أي شيء في غزة، وهذا أستبعده يعني عمليا، صحيح أنه قد ينتهي من رفح وقد يقتل بعد 10,000 و20,000 فلسطيني، لكن ما هي صيغة اليوم التالي التي سيصل إليها الإسرائيلي؟ هذا سؤال مركزي وسؤال أساسي. هل سيساعده العرب في القضاء على المقاومة الفلسطينية سياسيا بعد أن حاول أن يقضوا عليها بشريا؟ هذا سؤال كبير لا أستطيع الإجابة عليه، لأن اليوم التالي حتى برأس الأمريكي غير موجود ولا برأس الإسرائيلي غير موجود، فلماذا يفكرون في طرح اليوم التالي علينا ويهددوننا إذا ما انتهوا بين قوسين يعني مما يقولونه الحرب في غزة سوف يأتون إلى لبنان؟ أهلا وسهلا، إذا كان لبنان بالنسبة إليهم لقمة سائغة، أنا أعتقد أن الهدهد بالأمس وكلام السيد نصر الله اليوم سيكون له يعني وقعه على العدو الإسرائيلي وعلى هوكشتاين وأسياد هوكشتاين. ستكون كلمة السيد حسن اليوم تصعيدية؟ بالتأكيد يعني بالتأكيد ستكون تتوازى وتتساوق مع المناسبة. نحن نتحدث عن قائد وحدة نصر، أحد أبرز قادة حزب الله، شهيد كبير عملاق قدم يعني كل ما لديه في هذه المسيرة دفاعا عن لبنان. بالتأكيد ستكون الكلمات تتوازى مع هذا الحدث. طبعا لا أحد يستطيع أن يقرأ ما الذي بعقل سماحة السيد نصر الله، فهو يعني هو من يقرر، لكن نتحدث هنا عن المناخ العام. تهديدات إسرائيلية مرتفعة، هوكشتاين وسياسة العصا والجزرة، بعض الداخل اللبناني المنصحك والمراهن على القوة الأمريكية وعلى القوة الإسرائيلية، أيضا البسالة والمقاومة الفلسطينية التي أبلت البلاء الحسن، التضحيات الكبرى لحزب الله والجبهة في الجنوب اللبناني. طيب كل هذا يدعونا إلى أن نقف
يعني مليا أمام الكلمة التي سيطلقها سماحة السيد حسن نصر الله، من المفترض أن تكون حاملة مواقف كالعادة، وبالتأكيد ستكون أيضا متوازية مع فعل هدهد الذي طق مسمارا في نعش الكيان الإسرائيلي على المستوى الاستراتيجي هذه المرة، وعلى مستوى الرصد الاستخباري ونجاح هذه العملية. يعني للأسف بعض الجنرالات اللي بيعتبروا حالهم خبراء، يعني جنرالات متقاعدين في الجيش اللبناني، طلعوا امبارح على الشاشات يعني يسخفون الحدث، في حين أن العدو الإسرائيلي يدرك تماما حجم ما فعله حزب الله في فيلم الهدهد. نعم، مع كل حال استاذ فيصل، نحن حكينا اليوم حكينا اليوم بفقرة الصحف عن ردود الفعل الإسرائيلية على فيديو الهدهد. لا، وما خفي أعظم ست لارا، أنا بقول لك ما خفي أعظم، ما لم يكشفه حزب الله قد يكون أخطر بكثير مما كشفه في فيلم الهدهد. في الحلقات القادمة. بعد عندي سؤال أخير أستاذ فيصل، بعد ما حل نتنياهو حكومة الحرب واستعاد عنا بالمطبخ الصغير اللي بضم وزير الدفاع يوآف جالانت، هل سيكون تفرد نتنياهو بالقرار مدخلا للذهاب إلى مغامرات غير مضمونة النتائج؟ يعني أولا على المستوى الشخصي نتنياهو بلا شك أنه شخص يعني يمثل قمة العجرفة والدهاء في آن معا، وعنده جموح لا يحد، يعني هذا على المستوى الشخصي. طبعا حجم الإجرام الذي يعني يتمتع به غير مسبوق على الإطلاق، لكنه أيضا استطاع أن يتخلص من كل خصومه واستطاع أن يكون صاحب القرار، لكن هذا لا يعني أن هناك استسهال في اتخاذ قرار الحرب، لا من نتنياهو ولا من غير نتنياهو، لأنه عمليا سنعود إلى لعبة لها علاقة بالتوازنات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وربما هذا الأمر سيشكل عامل ضغط عليه، ليس بالضرورة أن يكون عامل راحة بالنسبة إليه. لكن يعني حل مجلس الحرب بالتأكيد يعني على المستوى السياسي هذا انتصار له، لكن هذا أيضا قد يجعل المعارضة الآن تجتمع أكثر فأكثر، وممكن أن تشكل عامل ضغط عليه، بالإضافة إلى بعض الذين ينشطون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يريدون التخلص من نتنياهو، ونتنياهو سيذهب إليهم الآن أيضا ويعد العدة في هذا الإطار. نتنياهو ليس شخصا سهلا، لكن أيضا حزب الله ليس بالقوة العادية، وحزب الله يستطيع أن يكسر أنف نتنياهو كما كسر أنف أولمارت. وطبعا هنا لا أتحدث عن مبالغات، أنا أتحدث عن يعني عن عما أمتلكه من معلومات وقدرات وتجهيزات لدى حزب الله يستطيع أن يواجه بها العدو الإسرائيلي بكل أريحية. أنا لا أقول أن الحرب نزهة، لكن إذا ما فرضت على حزب الله سوف يرى الإسرائيلي بأس حزب الله كما لم يره من قبل على الإطلاق. الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.